واحد بيقول توجد آية في الكتاب المقدس تقول توبني يا رب فأتوب لأن التوبة تأتي من عند الله. الآية دي في إرمية 31:18 توبني يا رب فأتوب يعني ساعدني على التوبة. ساعدني على التوبة زي ما يقول الكتاب إن الروح القدس بيبكت الإنسان على خطية وربنا يساعد الإنسان على التوبة، يقوي روحه، يبعت له نعمة، يبعت له حد يهتم بيه. أرسل لنا الناموس والأنبياء والرعاة والمعلمين، وربنا بيتكلم في قلب كل واحد إذا قبل من الرب هذا.